نظن اليوم الحصة التدريبية اليوم فات في ظروف مليحة، وشفنا اللاعبين تخلصوا شوية من التعب اللي كان ديجا عندنا وين لحقنا البارح في الليل، وزدنا درنا 2 ساعة و30 تاع العروض. مي الحمد لله اليوم درنا تمارين في الصباح، كانت تقوية العضلات، واليوم العشية ثاني كانت في الميدان. الحمد لله جات في ظروف مليحة وكانت كاينة لونفيونس لو بلوز امبورتون. جوستومون حنا اليوم كان الهدف الاول والرئيسي تاع المدرب هو التخلص من هذاك التعب اللي كنا تعبنا شويه البارح في الفواياج. الحمد لله هذاك الشيء اللي كان اليوم درنا دوزيام سيونس اليوم في التيران، كملنا اليوم سيونس تاعنا، ودوكا ان شاء الله عندنا كيما نقولوا حنا باب فروا اوموا باش تكون كاينه هذيك لافريشور هذيك ان شاء الله. انا دوكا راني قلت لك انا راني تحت تصرف المدرب، انا اليوم وين سحقني المدرب راني حاضر. اليوم الاصابه راهي من الماضي، انا اليوم راني على اتم الاستعداد، والقرار الاول والاخير يعود للمدرب. بون مقابلات مثل هذا النوع دائما يكونوا في مستوى عالي، دوك اللاعبين تاعنا راهم واعيين بالمسؤوليه، لان ما راح نلعبوا امام خصم اللي معروف على الساحه الافريقيه. احنا ثاني رانا جايين هنايا ماشي باش بولي فاكونس، احنا رانا جايين ثاني كون كونكيرون، راح نلعبوا ان شاء الله لو تو بور لو تور، نلعبوا المقابله تاعنا كونفونابلومون، وراح نكونوا كيما نقولوا احنا منافس حقيقي لنادي الزمالك، وان شاء الله هو اللي نلعبوا ان شاء الله بنتيجه ايجابيه اللي تخلينا دائما نكونوا سما المعنويه تاعنا تكون مرتفعه. Toujours pas bon.